الكلي. نحكي على الكلمة الحلوة لأنه ما فماش ما أحلى وما ألطف وما أجمل من كونه عبد يكون منطقه حلو مع الناس اللي دايرة بي، مع زملائه في الخدمة، مع العائلة زادة، مع القريب والبعيد، مع البراني، مع المواطن في إدارة، في أي مكان، في أي بلاصة، في أي نقول وإحنا تجمع فيه ناس يخدمون بعضهم ولا يتعاملوا مع بعضهم. الكلمة الحلوة ياسر سر جواز سفر لقلوب الناس، للمعاملات الحلوة في برشة أوقات خير حتى من الحاجات الغالية برشة برشة، يجب يكون مفعولها أقوى من أي حاجة أخرى ثمينة ماديا، ولكن الكلام بسيط لما ينعش القلب. المريض كي يسمع كلمة مزيانة تفرهد عليه وتعطيه الأمل، المحتاج يحب يكون يطبطب عليه ويقف معاه حتى بكلمة حلوة، اللي عنده مشكلة، اللي عايش في روتين، البطال التاعب في خدمته، الكلنا محتاجين للكلمة الطيبة. محلاها المرأة كيف تستقبل رجلها، وهو الراجل كيف يستقبل مرته بعد يوم عمل شاق ومضني فيه برشة مشاكل وفيه برشة نرفيز، كلمة طيبة في الكوبل حاجة بنينة ياسر. الوالدين زادة الوالدين اللي شقاوا وتعبوا يزم نكافئوهم بكل كلمة الحلوة والضحكة المزيانة والابتسامة والوجه المتفرهد والبشوش. كيف تصبح على زميل ليك في الخدمة ولا زميلة ولا جارك ولا جارتك، كيف تهز التليفون في المناسبات، كيف تشارك الناس محبتهم فرحتهم، كيف توسيهم في أحزانهم، كيف تشكر عبد على مجهود عمله على خاطرك شقاء وتعب، ماذا بك تقول له ويعطيك الصحة. ومن لا يشكر الله لا يشكر الناس لا يشكر الله. الشكر واجب والشكر مهم برشا برشا. نشكره على المجهود، نشكره على الناس اللي تسعى معانا واللي تعاوننا لوجه الله. كي تبوس صغير تحسه بقيمته، تموتيفيه، تعطيه كلمة طيبة. كيف تاخو بيد صاحبك ولا زميلك كيف تاخو بعبد ما تعرفوش، عبد براني عليك يسألك حتى على بلاصة، على إدارة، على مؤسسة، يقولك بربي تعرفش منين نمشي للبوسطة كذا، تقوله تفضل مرحبا بيك وتوسع بالك معاه ما فيها بس. كيف ما تعمل الروحك كما أعمل الناس باش تشجعهم، باش تعطيهم دفع للدنيا هذية، باش تخلينا الحياة تكون أحلى. وما تنساو شكل التبسيمة زادة، تفرح الدايرين بينا. ما تنساش اللي البسمة في وجه أخيك صدقة، والحاجات البسيطة هذه الكل عندها معاني كبيرة وتنجم تفرح برشا ناس وتحسن علاقات وتولد عشرة ومحبة. وفما كلام يخلينا نمنو برواحنا ونبدع ونقدمه، وفما كلام يمحي وجيعة متاع عمر كامل ولا متاع حاجة صارت أثرت فينا بكلمة أحلوة، يمحي تعب، يمحي حزن، يمحي شقاء، وينجم يصنع العجب ويقرب برشا القلوب لبعضها. قلنا الكلام هذا لخاطر سامحوني لخاطر الدنيا صعبت في الريتم.